الدكتور إحسان الخطيب، شو خيارات الرئيس بايدن في ظل ما تبين بوضوح في هذا الحوار أنه الجانب الإسرائيلي لن يتأثر بأي شكل من الأشكال بهذه الضغوطات الخارجية بما يخص هذه الحرب؟ شو خيارات الرئيس بايدن وإلى أي مدى بإمكان هدنة إنسانية طويلة الأمد أن تخدم في الانتخابات القادمة؟ شوفي بايدن، المشكلة أن بايدن لا يضغط على الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي متطرف، الحكم متطرف، يعني نتنياهو معتدل وقارنة بشركائه بن غفير وسموتريتش، بس يعني تكلم عن الإبادة، عن الاقتلاع الفلسطينيين، التهجير، يعني بشكل واضح حول الناس لا يخبوا نواياهم. يعني هم يتكلموا عن الإبادة، عن استخدام الطعام كسلاح، ترحيل الفلسطينيين، هذا هو برنامجهم، هذا السبب الحقيقي للحرب. يعني هجوم، استخدموا الهجوم عليهم ب 7 اكتوبر كحجة لخلق نكبة، ولكن فشلوا في ذلك، ولكن نكروا تنكيلا كبيرا في الشعب الفلسطيني ودمروا غزة. يعني الكل يعرف، نحن نعرف انه الموضوع، انا اعتقد يتعدى نتنياهو. اسرائيل لا تريد حل الدولتين، اسرائيل كلهم لا يريدون حل الدولتين. بدات اوسلو كان هناك 100,000 مستعمر مستوطن، اليوم هناك 750,000 مستوطن. يعني والضفة الغربية كلها مستعمرات، تزرع مستعمرات يوميا. الإسرائيلي لا يريد حل الدولتين، يعني هناك كل المراقبين يقول يا محل دولة يا محل دولتين، ليس هناك حل ثالث. لكن بالنسبة للإسرائيلي حل ثالث نعم، ترحيل، خلق هجرة، إبعادهم إلى الأردن وإبعادهم إلى مصر، ولكن الأمريكي لا يريد ذلك لأنه في أزمة بتصير مع مصر والأردن. ولكن الإسرائيلي عمليا ضمنيا أمريكا هي المشكلة، لأنه لو أمريكا وافقت، لو اعترف بدولة فلسطينية وفرضت واقع على إسرائيل وضغطت عليها، والاتحاد الأوروبي استعمل قوتها الاقتصادية الهائلة للضغط على إسرائيل، لكان أصبح هناك دولة فلسطينية وكان هناك سلام. ولكن الغرب غير جاد في التعاون مع إسرائيل، لأنه مطلوب الضغط على إسرائيل، لا الأوروبي يضغط ولا الأمريكي يضغط. هذه الحقيقة. شكرا جزيلا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميري ستيت.